خليك واعي، خاف على روحك والعزيز عليك من وبال كورونا اللي انتشر بصفة كبيرة هالأيامات في بلادنا. خليك واعي، خاف على روحك والعزيز عليك، ابعد قد ما تنجم على الاكتظاظ واللمات في الخدمة مع أصحابك ومع العائلة. البس الكمامة بالصحيح، غطي خشمك وفمك كي تلبسها، ابعد أقل حاجة مترو على الشخص اللي بحذاك، وحط جالي دغو الكوليك بعد أي كونتاكت. وأهم حاجة، قيد روحك والعزيز عليك في برنامج إيفاكس باش تلقحوا مجانا ضد الكوفيد 19 وترتاحوا وترجعوا تعيشوا كي قبل وخير من قبل.